موقف انساني صعب فاكره؟ يوم ما اعرفش كان فرحك ولا خطوبة خطوبتك، كابتن. ساعة الحادث المؤسف بتاع جماهير الزمالك. دي حقيقة كابتن. انا الحقيقة انا ما شفتوش غير وانا بحضر للحلقة، ما شفتوش فعلا يعني. انا انت خلي بالك انا بفضل عشان شغلي بفضل الف على كل وسائل الاعلام من اولها لاخرها، لكنك ده انت قطعت الفرح نفسه. دي حقيقة كابتن. ايه اللي حصل؟ طبعا كنا عملت استعداد، كل خدت كل الاستعدادات للخطوبة، وكان اهل مراتي عملوا كل حاجة، واهلي جم من الصعيد، وكل الناس كانت متواجدة، وكل صحابي وكل حبايبي. وجينا في اثناء الخطوبة، كنا في اوتيل، وجالي خبر ان في ناس توفت من جمهور الزمالك. طبعا ما حدش كان عارف ان الخبر ده صح او مش صح. استنينا شوية، ابن عمي جالي قال لي لا الخبر صحيح، وطبعا اخدت القرار على طول. وانت في الفرح المفروض كنت ما كانت ممكن تطنش كأنك ما عرفتش يعني. ما ينفعش يا كابتن يعني. ما ينفعش. طبعا يعني. ادي اللقطة. الله. واخدت مكالمة كبيرة القرار، قوي. وكان طبعا المفروض ان انا ارجع لحتى الاهل مراتي اقول لهم ان انا اعمل كذا، بس لما انا اخدت القرار وقلت الناس تقبلوا والناس تفهموا والناس قالوا احنا معاك، بتاعت تعيط. دي حقيقة كابتن. وكان يوم صعب الأمانة يعني، مش على وليد سليمان بس، على كل الناس، على طبعا معظم الناس، طبعا. وأي حد مكاني كان ممكن يعمل كده يعني. كان قبلها برضو أحداث بورسعيد جمهورنا، طبعا كنا طبعا طبعا الموضوع كان كلها صعب كانت برضو. كلها كانت لضنا مع بعضها يعني، موقف إنساني جميل.